للحديث عن الفساد المستشري في العراق وإمكانية الحد منه وسط تضخم أموال المسؤولين في الدولة، معنا في الأستوديو الخبير الاقتصادي دكتور صباح علو. أهلا بك في بانوراما الرافدين دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. في البداية، لجنة النزاهة النيابية تقدم مشروع قانون، من أين لك هذا؟ ماذا سيضيف هذا القانون بعد كل هذه السنوات دكتور؟ بالتأكيد كثيرا من القوانين التي صدرت ولم يتم الالتزام بها، حتى خرقا للدستور هناك كثيرا من السلوكيات للحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولغاية اليوم. ولذلك ثقة الشارع والشعب العراقي بإصدار القوانين والعمل على تنفيذها حقيقة ضعيف إلى درجة كبيرة جدا، وحتى يشكك بعملية تراخي القضاء في مثل هكذا قوانين، حيث أن لو نعمل مراجعة بسيطة لكثيرا من المسؤولين الذين استلموا كثيرا من المؤسسات والوزارات وإدارة الدولة، نلاحظ كم منهم قدم ذممه المالية منذ 2003 ولغاية الآن، يعدون على أطراف الأصابع، أما الباقين فلم يتم عملية أي شكل من أشكال عملية المحاسبة أو الالتزام في تقديم ذممهم المالية قبل عملية استلامهم للإدارة ومن بعدها لم يتم ذلك. ولذلك نلاحظ حاليا الضغوط التي تمارس على الحكومة والدولة العراقية سواء من الخارج أو من الداخل وعمق الفساد، أكره بصراحة الحكومة على تقديم قانون من أين لك هذا، وهو القانون موجود أصلا. القانون موجود يحتاج إلى تفعيل، ولذلك صعبة بصراحة عملية الثقة بعملية التطبيق مستقبلا إذا ما صدر. مثل البيئة المتغلغل فيها الفساد دكتور صباح، يعني هل يكفي إصدار قانون أو تأسيس هيئة أو تشكيل لجان؟ هل لدى الحكومة بالفعل القدرة أو النية لمكافحة الفساد؟ حقيقة النوايا لا يمكن الاعتماد عليها حتى لو كانت في الإعلان، وكثيرا من الوعود التي مر بها الحكومات العراقية بدءا من عملية محاربة الفساد، الوضع الأمني، انتشار السلاح، انتشار المخدرات، الانخفاض الكبير جدا في الخدمات وسوء الخدمات في التعليم في الصحة وغير ذلك. نلاحظ كل الحكومات ورئاسات الوزراء التي شكلت منذ 2003 ولغاية الآن تعتاش على عملية الوعود من أجل عملية تخدير وإرضاء الشارع العراقي الذي انتفض في 2019 بالضد من سوء الخدمات وحقوقه المختلفة التي لم يحصل عليها حتى ولو بجزء بسيط جدا. ولذلك نلاحظ في اعتقادي هكذا قانون سيصدر، وتمت القراءة الأولى من قبل مجلس النواب لهذا القانون، ولكن في اعتقادي عملية التنفيذ للجهات واللجان التي ستشكل والإشراف على عملية تنفيذه نفسها هي التي تعمل على خفض عملية الإدارة وكيفية الوصول إلى عملية محاربة الفساد، وهذه هي النقطة الأساسية سواء الحكومة أو هيئة النزاهة أو القضاء أو غيره. طيب دعنا نتحدث الآن في نموذج محدد دكتور صباح، يعني أنت ترى أن الحكومة والقضاء في العراق اتبعوا طريقة مختلفة لمكافحة الفساد كعقد صفقات مع مختلسي الأموال مقابل إطلاق سراحهم مثلا. السؤال هنا، هل تعتقد أن هذه الطرق ناجحة لا سيما مع رفع الحظر عن أملاك نور زهير كما تعلم مثلا، وهو متهم بقضية سرقة القرن الذي لم يسدد إلا 5% فقط من قيمة المبلغ المختلس أو الذي اختلسه؟ حقيقة الأسلوب من الصعب جدا أن يكون ذو جدوى عالية في مسألة محاربة الفساد من خلال عمليات الاسترضاء
وكذلك الضغوط التي تمارس من قبل القوى السياسية والأحزاب المشكلة للحكومات المتعاقبة، بالضغط على القضاء، بالضغط على هيئة النزاهة، بالضغط على كثيرا من الأطراف المختلفة في مسألة مكافحة الفساد. ولذلك نلاحظ يعني القضاء عندما يتخذ قرارا برفع الحظر عن أملاك شخص يعترف يعني نور اعترف، يعني بصراحة اعترف وأمام الإعلام وأمام القضاء بعملية سرقة القرن والتي تقدر بحدود حوالي 3 مليار دولار تقريبا، الضمانات والضرائب وغيرها للشركات المتراكمة بقدر كبير جدا نلاحظ، ولكن رغم ذلك اتخذ قرار بالإفراج عن أملاكه والإفراج عنه شخصيا، وكأن وما زال لغاية الآن لم يتم الإعلان عن أي شكل من أشكال المتابعة لعملية استعادة الأموال، وإنما دفع جزءا منها لإرضاء الشارع محاولة من هيئة النزاهة والحكومة وكذلك أيضا القضاء. وكلنا ندرك الفترة التي استعرض بها رئيس الوزراء في مسألة وجود الأموال أمامه في الاستوديو وتم عمليات التصوير واللقاء به، وهذه عملية لا يمكن خداع الشارع العراقي بهكذا أسلوب يزيد من عملية الفساد. يعني يدرك من خلال هذا الأسلوب يدرك الموظف والمسؤول أن لا حساب قاسي أمامه إذا ما أفسد في مسألة المال العام. دعنا نذهب إلى نموذج آخر من نماذج الفساد، وربما التصرف الذي اتخذ بحقه أو سيتخذ مخالف لما اتخذ بحق نور زهير. يعني قراءتك دكتور لتوقيت إصدار القضاء أمرا بالحجز على أموال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، هل هي تصفية حسابات؟ لماذا لم يشمل بقية الرؤساء؟ رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ 2003 مثلا، كل الرؤساء الوزراء اللي قبل مصطفى الكاظمي مرتبطين بأحزاب ومسنودين إسناد واضح المعالم، بدءا من رئاسة الوزراء للنور المالكي وكذلك حيدر العبادي وكذلك أيضا عادل عبد المهدي لاحظ. أما الكاظمي حقيقة لأنه غير مسنود أبداً بين أي جهة من هذه الجهات، ولذلك يحاول حالياً القضاء إظهار إمكانياته أنه يعمل بشفافية أزاء المسؤولين الكبار دون اللجوء للآخرين، الذي كثيراً من أعمال الفساد والأموال والهدر وغيرها مرت منذ 2003 ولغاية الكاظمي. نلاحظ هذا الجانب محاولة هو لإرضاء الضغوط التي تمارس على السلطة العراقية خاصة من الخارج، يعني هناك ضغوط أمريكية وكذلك أيضاً ضغوط لدول الجوار وكذلك أيضاً الشركات العالمية للاستثمار، لأن الفساد بدأ ينتشر ويفرض نفسه في سلوكيات كثيراً من عمليات التعاقد أو المشاريع أو غير ذلك، وهذا ما سنراه مستقبلاً بعد عمليات الاستثمار التي ستبدأ بها دول الخليج بدءاً بالسعودية وقطر وكذلك الإمارات بالعراق، يحاولون أن يحدوا من مسألة الفساد، ولكن سنرى إن لم تتم عملية المحاسبة الحقيقية لهم. ولذلك نلاحظ التراخي من القضاء يتحسسه الشارع عندما يطلق سراح أشخاص يدفعون ما 5% أو 10% من الأموال المسروقة دون المتابعة للأموال التي تم تهريبها إلى الخارج. ولكن أحب أضيف نقطة مهمة جدا، صندوق النقد الدولي كان دائما طيلة هذه الفترة يؤكد على عمليات التحذير من ترك الفساد على الغارب دون محاسبة، وهذا أدى إلى أن الاقتصاد العراقي أصبح ريعي 100% حقيقة، وهذا كارثة كبيرة بحيث العراق أصبح يستورد كل شيء
من الخارج، مما أدى إلى زيادة في البطالة، زيادة في الفقر، سوء الخدمات وغير ذلك. ولذلك لاحظ صندوق النقد الدولي حاليا في تقرير الأخير في تاريخ 6 في هذا الشهر أكد أنه ليس تحذيرا وإنما يتوقع التضخم النقدي الذي سيصيب العراق في العاجل القصير، في الأجل القصير يعني قريبا شهرين 3-4 سيكون هناك تضخم نقدي لا يمكن الرجوع إليه، خصوصا وأن أسعار النفط في حالة تأرجح ما بين 68 حاليا إلى 74 برنت. نلاحظ بنفس الوقت انخفاض الإنتاجية العراقية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7%، وكذلك أيضا توقف خط جيهان سيزيد من عمليات الخسائر واعتماد الموازنة على 70 دولار للبرميل الواحد، وهذا خطر جدا مع عجز كبير جدا في الموازنة. دكتور، إلى نموذج آخر، أنت تعلم أيضا أن حيدر العبادي في حينه تحدث عن إمبراطوريات فساد، قال إن سياسيين عراقيين شكلوها وبينهم زعماء ميليشيات في الحشد. السؤال، هل سيطالهم مثلا قانون من أين لك هذا إذا فعل مثلا مثل هذا القانون؟ في اعتقادي من الصعب جدا، لأنه الأجهزة المشرفة على عملية محاربة الفساد مرتبطة بكل هذه القوى السياسية. نعم. ولذلك نلاحظ عملية إطلاق السراح وعملية عدم المحاسبة لأموال أو بالأحرى الرؤوس الكبيرة في الفساد مستبعدة. ولذلك نلاحظ أمس السيد الصدر أطلق تنبيه بضرورة إذا ما تم إطلاق هذا القانون والتصديق عليه يجب محاسبة الكبار أولاً أو دون استثناء أي شخصية من شخصيات الفساد لكن المتهمة. لكن من يستفيد من هذا الإنهاك المنظم للدولة دكتور واقتصاد العراق؟ يعني كيف يمكن إنقاذ ما تبقى وسط تأكيد الشارع العراقي أنه فقد الأمل تماما بالعملية السياسية؟ حقيقة من الصعب جدا إزاحة هذه العناصر والقوى التي أصبحت اخطبوطا متنفذا في مؤسسات الدولة وتعتاش على هذا الجانب. لذلك نلاحظ ضروري جدا أولا إجراء انتخابات حقيقية، وعدم الرجوع إلى القانون سانت ليغو الذي يؤكد على مسألة القوائم والابتعاد عن مسألة انتخاب الفردي، قانون الانتخاب الفردي الذي تم جاء بأكثر من 70 من العناصر المستقلة التي أرعبت حقيقة القوى السياسية المسيطرة في إدارة الدولة. ولذلك نلاحظ أصروا بشكل كبير جدا على تغيير القانون والانتخابي والرجوع إلى النظام القوائم ابتعادا عن مسألة الانتخاب الفردي خوفا من صعود عناصر تعمل على إزاحتهم من إدارة الدولة. الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علاو، شكرا جزيلا لك. حياك الله.